سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقه من الأخيار. أما بعد، فأهلًا وسهلًا بكم مجددًا في هذه السلسلة الماتعة، سلسلة الثمار اليانعة للأعمال الصالحة. في هذه الليلة يتجدد اللقاء مع ثمرات عبادة من العبادات القولية، عبادة لها ارتباط بتوحيد الله عز وجل. هذه العبادة وهذا الذكر هو تسبيح الله عز وجل. التسبيح معناه تنزيه الله عز وجل عن سائر النقائص، عن المثيل، عن الشبيه، عن الولد، عن كل نقص. يطلق التسبيح على هذه العبارة المعروفة سبحان الله، ويطلق التسبيح على عموم الذكر، ويطلق التسبيح أيضا على صلاة النافلة. السنة تسمى تسبيحا، ولذلك جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر لم يسبح، يعني بعد الصلاة، أي لم يصلي صلاة النافلة أو السنة واقتصر على الفريضة. وهناك صلاة التسابيح أو صلاة التسبيح سميت بذلك لكثرة تسبيح الله عز وجل فيها. فسبحان الله، هذه العبارة وهذا الذكر العظيم له ثمرات عظيمة جدا. من أولى هذه الثمرات ما جاء في قول الله عز وجل: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فتسبيح الله عز وجل من ثمراته أنه يقود الإنسان إلى عبادة الرضا. الرضا عبادة قلبية لا يستطيعها إلا الخلص من أهل الإيمان. رتبة الرضا أعلى من مرتبة الصبر. يصل الإنسان إلى هذه المرتبة ينظر إلى أقدار الله عز وجل وإلى الابتلاءات الموجودة، فيكون في قلبه مطلق الرضا لكل ما يقع، لأنه يعلم أن أفعال الله عز وجل لها حكمة، فينزه الله عز وجل عن النقص في باب القضاء والقدر، فيصل إلى هذه المرتبة وهي رضا الله سبحانه وتعالى. أن يحقق الرضا، أن يصل إلى هذه الدرجة العظيمة. ثم أيضا من ثمرات التسبيح أنه يعين على الصبر، يعين على أن يقف الإنسان تجاه الابتلاءات والمصائب التي تعتريه في هذه الحياة. ولذلك نجد في آيات كثيرة يقرن الله عز وجل الصبر بالتسبيح: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. لماذا هذا الاقتران؟ لأن تسبيح الله عز وجل يعين الإنسان على الصبر. ربما هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي في مقابلة الأعداء، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع مواجهتهم، وكان مأمور بأبي هو وأمي بالصبر مع هذا التسبيح الذي يعينه على هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الصبر. أيضا من الثمرات انشراح الصدر. في تمام الآية: نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. يقول السعدي رحمه الله في تفسيره، يقول: تسبيح الله عز وجل من أسباب انشراح الصدر. إذا كان الإنسان يشعر بكآبة، بهم، بغم، يسبح الله عز وجل، فإن هذا التسبيح يطهر هذا القلب، يلين هذا القلب، يشعر الإنسان بالراحة. عموم ذكر الله عز وجل مريح للإنسان: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن التسبيح هنا له خصوصية، أنه يعين الإنسان ويلين هذا القلب، ويشعر الإنسان بالطمأنينة والسكينة. وأيضا من الثمرات أن التسبيح من مقاصد التوحيد، من مقاصد الدعوة
إلى الله عز وجل، من يتأمل في سياق الآيات في سورة طه وكيف أن موسى طلب من الله عز وجل أن يجعل له وزير من أهله، ثم في ختام هذه الآيات بيّن المقصد لماذا يريد وزير ولماذا يريد الإعانة، قال كي نسبحك كثيرا، أي ننزه الله عز وجل في مقابل انتقاص المشركين، في مقابل انتقاص قوم فرعون لله عز وجل، فيثبتون صفات الله عز وجل ويذكرون كمالات الله عز وجل وينزهون الله عز وجل. وأيضا من ثمرات هذا الذكر العظيم ثقله في الميزان. الإمام البخاري رحمه الله بوب عند ذكر الأذكار باب فضل التسبيح، لكنه ختم صحيح البخاري بهذا الحديث في باب في كتاب التوحيد بحديث أبي هريرة، كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. فهذه الكلمات سبحان الله العظيم يجد الإنسان خفتها على اللسان، قال ابن حجر أي سهولة ترديد هذه العبارات، لا تثقل على الإنسان أن يذكر الله عز وجل، يجد الإنسان اليسر في ترداد هذه الأذكار، ومع ذلك النتيجة أنها ثقيلة في الميزان عند الله عز وجل. وأيضا من ثمرات التسبيح قول سبحان الله أنها تذكر بك عند الله عز وجل، جاء في الحديث العظيم، وهذا الحديث يحتاج الإنسان يتأمله ويقف معه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون من جلال الله، يعني كلمات أنتم تقولونها إجلالا لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال فإنهن ينعطفن حول العرش، التفاف حول العرش، لهن دوي كدوي النحل. طيب ما الفائدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكرن بصاحبهن، الله أكبر، هذه الكلمات تذكر بك عند الله عز وجل، تذكر بك في أعلى مقام، تقول سبحان الله تكون شهادة لك وتذكير لك عند الله عز وجل، فترداد هذه الأذكار وترطيب الألسن بهذه الأذكار العظيمة منها سبحان الله هي رفعة عند الله عز وجل. وأيضا من الثمرات العظيمة سابعا أنها من غراس الجنة، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له في الجنة نخلة، وعند النسائي شجرة مطلقة، فغراس الجنة هو هذه الكلمات. ولذلك جاء في الحديث العام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بي بإبراهيم فقال أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها عذبة الماء طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا هو غراس الجنة، الغراس الحقيقي ما تغرسه لتجده غدا عند الله عز وجل في الجنة. وأيضا من ثمرات هذه الكلمات ثامنا أنها من أعظم المكفرات، تكفر الذنوب، تنظف الخطايا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وفي رواية وإن كانت أكثر من زبد البحر. تأمل سبحان الله بحمده كلمات يسيرة ربما ما تأخذ منك 10 دقائق ترددها، فيمحو الله عز وجل عنك هذه الصغائر الذنوب التي تقع فيها ما يسلم منها إنسان اليوم في البيت، أجهزة الإعلام، أصوات الموسيقى، في الشارع، في كل مكان تقع في هذه الصغائر، فالإنسان يحتاج إلى مطهرات، يحتاج الإنسان إلى منظفات تنظف هذه الذنوب، فلما تذكر الله عز وجل يكون لك هذا الأجر العظيم. تاسعا الأجور المضاعفة
التي يجدها الإنسان حينما يقول سبحان الله بحمده. تأملوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حريصون على الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ في كل يوم 1000 حسنة؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم فيسبح لله 100 تسبيحة. تسبح لله 100 تسبيحة، انتظر هذا الأجر العظيم 1000 حسنة، وفي رواية: أو يحط عنه 1000 سيئة. ثم أيضا من الثمرات عاشرا: من يردد هذه العبارة كأنه ينفق جبل ذهب في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا إلى هذا الأجر العظيم الذي كثير من الناس في غفلة عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، وجبن عن العدو أن يقاتله، وبخل بالمال أن ينفقه، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فهو أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله. الله أكبر. سبحان الله بحمده، كأنك تنفق جبل من ذهب في سبيل الله عز وجل، بذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل له علو وله مكانة عند الله عز وجل. وانظر إلى هذه المقارنة، عبادات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: من عجز عن قيام الليل، ومن عجز عن النفقة والصدقات، ومن عجز عن الجهاد في سبيل الله. دله النبي صلى الله عليه وسلم على بديل عظيم جدا، وهو سبحان الله، أن يردد هذه الكلمات. وأيضا من الثمرات أيها الأحبة، الثمرة 11 لعبادة التسبيح، أنه سبب من أسباب بركة الرزق. الله يبارك لك في رزقك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل عند الطبراني من حسن الألباني ذكر وصايا نوح لقومه. من هذه الوصايا قال: وأوصيكم بتسبيح الله عز وجل. قال: فإنها صلاة العبد وسبب الرزق، يعني تورث الإنسان الرزق. العلماء يقولون من الأذكار التي تبارك في رزق الإنسان الاستغفار والتسبيح. يكثر الإنسان من الاستغفار والتسبيح فيحظى بهذا الأجر العظيم. وأيضا من الثمرات الغالي أيها الأحبة، أن هذه الكلمات من أحب الكلام إلى الله، من أحب الكلام إلى الله، وهي خير من الدنيا وما فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس على ماذا تطلع؟ تطلع على الدنيا، فهذه الكلمات أحب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إليه من الدنيا وما فيها. أيضا من الثمرات 13 وأختم بها، أن هذه الكلمات من الكلمات التي اصطفاها الله للملائكة. الملائكة تقدس الله، تسبح الله، تذكر الله عز وجل. بماذا؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب الكلام إلى الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اصطفاه الله للملائكة سبحان الله وبحمده. فيردد الإنسان أيها الأحبة هذا الذكر العظيم. كم من أوقات اليوم فراغ تذهب في لغط الكلام، تذهب في كلام الدنيا، ساعات الانتظار في السيارة، في أي مكان يردد الإنسان تسبيح الله عز وجل فيحظى بهذه الأجور العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.